مسلم الجيزاني فنان فيلوغرافي. صباح الخير مسلم. صباح النور. انا سنسك الله يخليكم. حياك الله. حياك الله استاذ. نورتنا استاذ. الله يحفظك. شلونك؟ الحمد لله. الله يخليك. استعرفنا عنك. انا مسلم الجيزاني، عمري 25 سنه، طالب هندسة حاسبات مرحلة رابعة في كلية الرافدين الجامعة. حلو، يعني طالب وبعيد عن الفن اللي أنت تستخدمه. خلي نعرف فن هذا الفن، بداية هذا الفن يسمى بفن الفيلوغرافيا. نعم. المعروف بالوطن العربي يسموه فن الخيط والمسمار. نعم. فن الفيلوغرافيا هو فن عثماني قديم. بداية ظهوره بدأ بالسجون. يعلم للمساجين لقضاء مدة عقوبتهم. نعم، لأن هذا الفن له آثار إيجابية، هي يقلل التوتر، يعلم الصبر. لأن هذا الفن يعني يعلمك الدقة وصبر، لأن بعض اللوحات تعيدها وتفشل بها أكثر من محاولة، فهي تعلمك على الصبر. إضافة إنه هذا الفن تعرف للعالم بالسترينج آرت ليس بالفيلوغرافيا. يعني السترينج آرت عن الفيلوغرافيا يكون حر، غير منطوي تحت قوانين الفيلوغرافيا، لأن الفيلوغرافيا يكون ذات طابع إسلامي وأشكال صوفية وزغرفة. أما السترينج آرت لا، بشكل حر نرسم به شخصيات، أشكال متنوعة، عفوا دخلناه بالديكور كذلك، يعني ديكور ضخم مو فشي بسيط. بعدها هذا الفن ب 2009 تقريبا فنان يوناني اسمه بيتروس فيرلس ابتكر طريقة مثل الحياكة، لكن تكون أطرافها الخشبة من المسامير، وبعدها من خلال طبقات الخيط نكون لوحة. يعني اليوم مسلم شنو الأدوات اللي تستخدم بهذا الفن؟ نعم، هذا الفن أساسيات الفن هذا هو خشبة، المادة الأساسية مسامير، وطبعا التشاكوش والخيوط. عندنا هذا الفن إلى أدوات أصلية اللي هي الأسلاك النحاسية، تكون من النحاس وبها طبعا أحجام، يعني القطر مالتها يكون مثلا 0.3 0.6 حسب الفنان اللي يستخدمها باللوحة. كذلك المسامير، أنا وإنه المسامير عندنا بالعراق تختلف عن المسامير اللي موجودة، لأن بالعراق عندنا نستخدم المسامير المتوفرة اللي هي الخشابي يستخدموها بأحجام محدودة. بتركيا لها أدوات معينة اللي هي يعتمدوها، والأتراك دائما إنه تكون لوحاتهم ذات أشكال صوفية وإسلامية، زغرفة إسلامية كذلك، سور قرآنية، آيات، أسماء، لفظ الجلالة، الخلفاء من هذه الباب. أما بالعالم لا، عندنا الخيوط بأنواعها، الصوف، خيط البريسم المتنوع، لأن خيط مو الصوف يقولون إنه ما يدوم لأنه يصير بوبر وهيك. يعني بداياتي كانت هي مع خيط الصوف بداياتي. خيط الصوف لحد الآن أنا عندي لوحة صار لها 4 سنوات تقريبا، يعني عمره ما بيها شيء، لكن يجمع تراب. تمام. يعني إنه هاي اللوحات بقت. اي نعم، هذه اللوحات يعني عندنا لوحات تبقى عمر، يعني انطش بها عمر 50 سنة. اي اذا استخدمنا المواد الاصليه. حاليا عندي لوحه شكل صوفي على بسم الله الرحمن الرحيم، دا اشتغلها بالاسلاك النحاسيه والمسامير النحاسيه كذلك، لون ذهبي. تاخذ وقت، لان صراحه الاسلاك مو يعني سهله مثل الخيوط. نعم، يعني هي يكون الدرجه ناعمة كلش، لكن مو مثل الخيط حر وأنا اللي أنا أستخدمها وأكون حر، لا، الأسلاك تخليني أو زين. يا مسلم، المسألة كلش مهمة اليوم. هذا الفن يعني الأتراك أبدعوا به، هم أول من اكتشفوا هذا الفن. زين، من اللي طوره أكثر وضاف له؟ بداية أنه هذا الفن المعروف عنه حاليا أنه هو بدأ عند الأتراك أو العثمانيين. صح، لكن اكو روايات عندنا تقول انه هو بدا من اسيا. زين، باشكال هندسيه، لكن اكثر شيء هو عندنا الاتراك. اللي بدا بتطوير هذا الفن هم الرسامين والفنانين. يعني مثلا من ثقافه ثانيه يجي يشوف رسمه معينه ينقلها لبلاده، ينقلها حسب الثقافه اللي هو
عنده. يعني مثلا الأجانب اختلفوا بالرسمات، بعضهم يستخدم تكنيكات معقدة تعتمد على طبقات الخيط أو ألوان الخيط. يعني عندنا فنانين عالميين أو اللي هم يكونون قلة، يعني لأن هذا الفن عالميا نادر، حتى اللي يرسمون به قلة. يعني عندنا مثلا فنانة بروسيا وكم فنان، لكن هذه هي أكثر فنانة مشهورة بأسلوب معين. عندي فنان ببريطانيا إلى أسلوبه الخاص أو التكنيك الخاص، كذلك في ألمانيا عندنا فنان ثاني هم إلى تكنيكه خاص، يكون من خلال عفو تشبيك الخيط بالألوان ودرجات. هاي كلها تعتمد على المعرفة بالدرجات، أنه إذا دمجت كذا لون شنو راح ينطيني. صح. نعم. زين مسلم، راوني هاي اللوحة. نعم هذه اللوحة هي بالخط الكوفي. نعم. هذه هسه إذا حضرتكم تطبعوا لها ما راح تفتهموها، إلا أنا أجي أبين لكم الرسالة ما أنت بيننا وبينها. هذه رسالتي بها هي بالخط الكوفي. نعم. عبارة لا تحزن إن الله معنا. وينها؟ نعم هذه لا تحزن، لا حرف لا وتب جد كمل. هذه من شخص ينظرها عبارة عن متاهة. الرسالة مالتي إنه الحياة هي عبارة عن متاهة ومشاكل وكذا، فأقول لك لا تحزن إن مهما تشعبت الأمور. نعم إن مهما تشعبت الأمور وزادت المتاهة عليك قلتها لا تحزن. والحزن هاي اللون نعم. إن هاي الألف أحسنت. الله معنا. لا تحزن إن الله معنا، هي آية قرآنية وكذلك أحد أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. زين مسلم، يعني أنا الأمانة زائر تركيا هواية. نعم. يعني بصراحة هم يبدعون بهذا الفن، هواية عندهم لوحات من هذا الفن. نعم. كلش هواية. يعني بصل أنا متجول هناك بأسواق تركيا. نعم. فالإبداع حتى مو بس بالخيوط يسووها. نعم. يسووها بالأسلاك. أحسنت أحسنت، هي بالأسلاك أكثر شيء. أكثر شيء بالأسلاك يطبعين اللوحة. عبالك مطرزة بالذهب، عبالك إيه يعني فد شيء عندهم مو طبيعي. يسوي لك مثلاً المعالم اللي هي بإسطنبول وبتركيا يسوي شها من هذا الفن. طيب مسلم، حكينا اللوحات اللي تشتغلها هنا جد تأخذ من عندك وقت؟ حسب كل لوحة. طبعاً أنا عندي مصغر لوحات مصغرة على جذع النخلة اللي يكون شكل دائري. عندي لوحة على مثل نوتات موسيقية أو صبارات أو رسمة العراق أو شكل طيار هذه أو أسماء مرات. عندي هاي مثلا تاخذ ساعتين ساعة ونص. عندي لوحات ضخمة مثل هذه لا تاخذ مدة معينة، مثلا 15 ساعة 16 ساعة. اي هسه انا قبل شوي ذكرت لكم انه عندي لوحة بفن الفيلوغرافي ذات طابع اسلامي وشكل صوفي، لحد الان انا عندي عليها 45 ساعة لحد الان. قلت لكم انه هذه باسلاك نحاسية مثل ما ذكرت أستاذ علي أنه شفتها في تركيا كأنما عبارة الذهب. فهذا الفن من ينظر للمقابل كأنما يعني المقابل يشوفه فد شيء مختلف. أحسنت. يشوفه فد شيء صعب مو سهل. أكيد إحنا اليوم زميلنا المخرج راح يعرض لنا العمل اللي يقوم به مسلم، ايش قد ياخذ من عنده جهد، ايش قد ياخذ من عنده تعب. خلينا نروح نشوف اعمال مسلم بهاي الفيديوهات والصور ونرجع لكم.
رجعنا لكم بعد ما عرضنا زميلنا المخرج أعمال مسلم. أكيد مسلم اليوم سولف لنا عن أسعار اللوحات وعن تفاصيل أكثر. نعم. أسعار اللوحات تختلف حسب الحجم والتفاصيل. مرات اللوحة ضخمة تكون لكن تفاصيلها معينة أو قليلة بسيطة. فيكون سعرهم فشي مناسب. لكن بعض اللوحات تكون صغيرة لكن تفاصيلها كثيرة يكون أسعارها كبيرة. أنا وهي أنه بالعراق لعدم الثقافة الفنية اللي عندنا ما موجودة نواجه صعوبة بالمتلقين يقول لي هو عبارة عن مسمار وخيط فما يقدر العمل لأن يعتبره أنه هو مسمار ويقدر يسوي بس من أرض الواقع لا ما يقدر من يطبق راح يلقى بصعوبة. نعم صعوبة طبعاً أو يمل واضحة هي أصعب يمل اللي يعني قلت ذكرت لكم هو الصبر إليه. نعم. زين مسلم مثلا هاي اللوحة نعم ايش قد سعر هذه إذا أريد أبيعها بالعراق 75,000 إلى 100,000 تمام لكن خارج العراق أقدر أوصل بها حتى $1,000 حتى $1,000 يمكن حتى أنا شفت خيوطها تختلف عن الباقي. نعم أنا هنا أنا مستخدم بريسم تركي. بريسم تركي 0.3 القطر مالته والداخل هنا أنا 0.6 وهذا طبعا إيراني وهذا تركي. نواجه أيضا صعوبة بالألوان ودرجاتها كذلك توفرها قليل بالعراق. زين كم متر هذا من الخيط؟ يعني حسب مثلاً هسه هذه كتقريبا يعني هي مت هذا تقريبا بالمئة متر هذا اللون فقط. يعني أنت رايح جاي هذه ذهابا وإيابا شوف كم المسافة عندك فتحسب تقدير تنطي مثلاً هذا مئة متر هذا مئة متر هذا مئة متر واي أي مسافات مسلم اليوم هاي اللوحة إذا مثلاً أنت عرضتها بمواقع التواصل عرضتها بمئة ألف راح تلقى مشتري؟ اكو لازم اكو قلة بس قلة قلة نعم قلة يعني بس لازم اكو شخص هو يتذوق هذا الفن صح زين انا يدخلوني مثلا من يطلب من عندي لوحة يقول لي هي تستاهل بس انا ما كنت محسب لها صح كذا حساب نعم بما انه الظرف اللي يمر به البلد نعم. الظرف المادي الاغلب العراقيين نعم. هو نعم. نقدر يقول يمكن من يشتري هاي اللوحات نعم هو انا قلت لك انه هو يذكرها عباره عن خيط ومسمار صح فما يقدر هذا الفن زين مسلم سؤال نعم جواب هو يعني اعتقد مو ضمن القانون نعم هسه اذا اجي اني واشيل لك مسمار نعم تخرب اللوحه اي اكيد تخرب مسمار واحد يخرب جزء من عندها مسمار واحد يخرب جزء من عندها راح يفلت الخيط ايش قد راح تتعب لما ترجعها حسب مكان المسمار يعني مثلا اشيل لك واحدة من يعني مثلا الخضر اي مثلا اذا شلتي هذه شلتي منها مسمار ما راح يصير شيء اقدر عادي. اقدر اتلافاها انه اسيطر على المسمار على الخيط هذا اوكي اتلافاها انه اكمش الخيط زين واذا من البداية وارجع المسمار واذا من المثلث اي لا اللي جوا يعني هي مثلا حتى لو مثلا هسه مرات بالشقة الأصدقاء قلوا راح نخربها قلوا أوكي خربها أقدر أعيدها مرة ثانية لأن هذا لكم صبر وواهس وكذا يعني عادي ما صار مشكلة ما تنفك اللوحة لا لا حلو أي لأن مرة من المرات عندي أحد اللوحات بهذه كنت بالتخزين يعني مخلي لوحة فوق لوحة فنجر خيط بس عالجتها بعد ذلك يعني نعم مستمك هو الموضوع ما حكينا عنه نعم. اليوم انت منو شجعك على هاي الموهبه منو انطاك اساسيات بدايه اوجه تحيتي لعلي الراوي الفنان تحياتي علي الراوي فنان بالفن الفيلوغرافيا ب 2016 سوى مرسم خاص باعماله دمج بين فن الفيلوغرافيا والرسم صح شفته على قناه احد القنوات تقرير عنه فحبيت هذا الفن جربت انا كانت بدايات بالرسم قليله يعني ما قدرت أوصل للي أريده بالرسم فطرقت لهذا الفن شفته حلو وناسبني بديت به بدأت دعم من الأهل والأصدقاء بعدها كملت مسيرتي بهذا الفن الآن عندي على مواقع التواصل الاجتماعي الحمد لله يعني أصدقاء ومتابعين يشجعون على هذا وأنه أستمر بالمواصلة مسلم أنا كفت لوحة لفتت انتباهي يعني من اللوحات كلها يمكن أعتقد هي بداياتك اللي ذات طابع صوفي هذا تكلمنا عنها أستاذ صح هاي الخطة الكوفي نعم هذه هي ذات طابع صوفي تكون استخدمت بها المسامير الخشابية
هاي 3 4 الانجل. وهذه طبعا التفاتات بالخيط تعتمد على حركه هندسيه كلش صعبه. هاي انا احسها تتفتح بالخيط وتنطي هيك جمالي. صح. نعم هو مقابل يقول هذه شلون صارت. صح. يعني حتى انا بداياتي ظليت منتبه على اللوحه شلون صارت. تجارب طبعا مرات احنا نجرب على الورقه والقلم حتى. نعم. نعرف الشكل اللي راح يظهر لنا. فبدت من هذا الخيط من هذا المسمار عفوا هذا المسمار وابدي بالشكل الهندسي لحد ما اوصل للشكل اللي انا اريده. وتبدي يعني على المنحنيات. زين مسلم. نعم. اليوم اني مثلا اي شخص من يلزم البكره مال الخيط او مثلا تنفتح عنده هواي. نعم. ممكن تنعقد او تتشابك. نعم. وحده بالله. نعم. انت شلون بدك تسويها هيك كميات؟ انه انت قبل شوي قلت 100 متر. نعم 100 متر. زين انت شلون بدك تسيطر عليه على الخيط ما ينتف ما ينعقد ما ينقطع؟ هو طبعا حسب الرسام والفنان. اما يكمش البكره بايده ويحاول يسيطر عليها يعني ما يفتحها كلها. اي لان بس تنفتح كلها تروح تنتهي. صحيح. تصير عقد عقد. لان انا عندي لوحات مرات بس تنفتح او مثلا اخطا بمسمار. فمن راح ارجع افتح الخيط راح ينعقد. بس انا عندي طريقتي الخاصه انه اقدر ما اخليه ينعقد. الناس ما تعرف انه هاي الطريقه وهذا العمل اللي يقوم به متعب وشاق وعبالهم انه بس مجرد خيط ومسمار. اي اكيد. بس شوف التفاصيل اللي هي باللوحه. صحيح. يعني هاي التفاصيل من المثنى وهذا الانسان الصوفي اللي مسوي هاي الحركه. صح. تشوفي بالفيديوهات التفاصيل مال انحناء الثوب مالته والقماش كلها مركز لك بيها. أي. مسلم طلع لك انه كانما صور طلع لك كل التفاصيل واغلب التفاصيل الموجوده بهذا الرجل الصوفي. نعم. هسه هذه مثلا استاذ اذا نريد نقدر سعرها. نعم. هذه كقياس مثلا 30 في 35 تقريبا او 40 هذه يقدر سعرها فوق ال 65,000 بتركيا اذا بس اضيف اطار مجرد اطار ذهبي يعني شلون هذا يصير سعرها فوق ال 120 دولار. اي حلو. نعم مسلم. نعم. بالدول الاجنبيه او العربيه. نعم. لهم تقدير للفن. اكيد. يعني من يباوع على صوره او يباوع على لوحه. نعم. يباوعها وهو يعرف ايش قد الفنان تعبان فيها. نعم. 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 هنا هسه اني متاكده اذا انزل للشارع واعرض لهم اي لوحه. نعم. تمام ان كانت رسم او كان في لوغرافيا. صح. فيقول لك هذا يعني شو مسوي هسه هو وش مسوي؟ احسنت. جايب خيوط ومسامير. احسنت. احسنتي. احنا هاي المشكله اللي نواجهها لان احنا ثقافه فنيه ما عندنا. هاي المشكله. اي الثقافه الفنيه الوعي الفني من عندكم ومن كثره مواهبكم طبعا. ان شاء الله. ومواهب شباب. نعم. نعم. مثلك وهواي. اتمنى يرجع الوعي ويرجع. صح. الثقافه لان هو اصلا العراق منبع الثقافه. صحيح. والفنون. صح. صح. احنا كقناه كبرنامج داعمين للمواهب. ان شاء الله. اكيد اكيد طبعا. لك ولامثالك. نعم. باقي المواهب انه يبرزون مواهب يعرضوها. اكيد. تستمرون ان شاء الله. ان شاء الله يقدمون الاعمال اللي هم يقومون بها. أكيد. ونعرف الناس على. نعم. الفنون. نعم. اللي. نعم. اللي ممكن يجهلوها ويجهلون قيمتها. نعم. اليوم علي هم اصلا واجهه البلد. صح. وهم اللي ممكن يرفعون مستوى الثقافه. فعلا. احنا تعرف مرينا بهواي ظروف انه منعتهم من الدراسه. صح. ومنعتهم من الثقافه هواي شباب هواي بنات. صح. ممكن هاي المواهب الجميله. صح. ترجعهم الوعيهم ترجعهم الثقافه محدده ترجعهم هواي ثقافات عادي ممكن تنورهم وتقدمهم. صح. وهذا اللي احنا نرجوه منكم. صح. اكيد. صح. تعكس صوره ايجابيه. نعم. جماليه وحضاريه عن ثقافه الشعب وثقافه. نعم. هذا البلد. نعم. هاي اللوحه انا شفتها مختلفه عن. نعم. هاي اللوحة حتى المسامير اللي مستخدمها. نعم. حتى الخلفية اللي حاطنها أنت قماش. ماشي. ليش يعني تختلف هاي يا مسلم؟ بداية هذه المسامير هي مسامير نحاسيه اصليه انا ذكرت لك بالبدايه. نعم. طبعا هذه المسامير الاصليه اللي ذكرت لك اياها بها خمس الوان. صح. فضي وفضي فاتح وطوخ واسود ونحاسي وذهبي. هاي مش زنجر. لا منسنجر لأنه نحاسي ومطلية بالطلاء اللي موجود. الخيوط المستخدمة بريسم رقم 12. نعم. القاعدة تكون لون ماروني هي بها يعني شكل من الديكور أنه مستخدم كذا ألوان وفكرة معينة وترجع للفن الفيلوغرافية
باعتبار يكون ذات طابع إسلامي أو أشكال إسلامية. صحيح. آيات قرآنية. اليوم ممكن إنه هاي تتجوم يعني. إيه نعم نعم. جامعة. نعم. مو إحنا مثلاً كل ما يزيد شغلها. كل ما يزيد شغلها. والغبار بيأثر. نعم. كل ما يزيد شغلها تزيد التكلفة. صح. تمام. كذلك كان أشارك مثلاً معرض. فلازم يشوف شنو المواد المستخدمة. الجامعة تمنع ما يعرف شنو المواد المستخدمة. كذلك هذا مثلا قابل أنه أغيرها باعتبار أنه المسامير نحاسية مع الشيء أنه احتمال أغير الخيط. أستخدم مثلا أشيل الخيط مثلا لأن أنا مرات مثلا هسه هذه. إذا شلت الخيط تعيد اللوحة بأكملها. أي نعم هذا الخيط أشيله استخدم يعني تعيد لوحة بأكملها. لا مو بأكملها إنما بس مرحلة الخيط لأن هي مراحل. يعني مثلا أنا أول ما أريد أعين رسمة مثلا إن لفظ الجلالة أعين الرسمة أما أخطها خط أو أجيب قالب يعني وأطبعه وكذا. فأجيب خشبة أعين الخشبة والقياس اللي أريده وراها أعين نوعية القاعدة صبغ تكون أو الخشبة مثلا مرات تجيني ألوان اللي هو خشب الـ MDF يكون معين أما ألوان أو صح. أشكال الصاج أو أستخدم قماش أو جلد. نعم. بعدها أنتقل إلى مرحلة التنفيذ بالبسامير بعدها الخيط. الصورة نعم 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 للوحة مثل نعم. ما هذا أحسن. يعني هسه لو مخليها أنت لون الخشبة نعم. ما راح تنتهي هاي الدورة. أكيد 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 أكيد. هسه مثل ما نعم. راح ننتقل للوحة الأخيرة نعم. اللي هي القيصر. القيصر هذا باقران أبيض لأن هي لون نعم. الخشبة. نعم والخياطة المستخدمة الأسود. الأسود احنا بداية هذه اللوحة نسميه بيتروس فيرلس نسبة احنا قلنا انه فن الفوتوغرافيا انتقل الى مرحلة تطور بها صار سترنج ارت بشكل حر قانون غير مقيد بها. بداية انه اكو فرق بين الفوتوغرافيا والسترنج ارت. الفوتوغرافيا يعتمد على قوانين محددة السترنج آرت يكون بشكل حر. هسا أجي بين السترنج آرت وبيتروس فيرلس وكلهم ينطون تحت الفوتوغرافيا. السترنج آرت يكون يعتمد على المسامير والخيط حتى بين الملامح لازم هنا أستخدم مسامير وخيط. أما بيتروس فيرلس لا اعتمادي أنه إطار من المسامير وتبقى على طبقات الخيط. يعني هنا أستخدم طبقات من الخيط حتى أبين الملامح والشكل المطلوب من عندي. يعني هسه أنت بس الداير هو بسامير. نعم بس الإطار مسامير. نعم. أما الداخل هو بس مجرد خيوط. خيوط. نعم. تراسيم اللوحة لو بس الجبوة. طبعاً حتى أبين هذا الفن شنو الفنان اليوناني بيتروس فيرلس أوجد طريقة. من خلال خوارزميات معقدة يعني دخلنا التكنولوجيا هنا التكنولوجيا فمن خلال خوارزميات محددة يدخل الصورة اللي يريدها هو على البرنامج أو الخوارزمية اللي يمتلكها ويبدي يعالج بها حتى يظهر التفاصيل تنطينا إحداثيات هذا الرسمة. بعدها بس طبعا لازم الفنان يعرف بالرسم يعني الضوء الظل كذا مسافة بين العين هذه لأن احتمال تطلع خطأ بالخوارزمية وأنا جربتها طبعا مرات يعني خصوصا هنا باللوحة مرة طلع عند الحاجب هنا نازل وهنا صاعد فهنا تكون مشكلة فلازم أرجع. هذه 250 مسمار الخيط 1685 متر. اي طبعا انا هنا أنا مستخدم 1000 وهذا بعض اللوحات عندنا قياسات اكبر توصل لمسافه متر قطر الدائره. نعم قطر الدائره يكون متر هنا أنا مثلا 4 كيلو 5 كيلو متر. تمام اي او حسب خطوات الخيط. هاي ما تنطبع. لا ما تنطبع. ما تنطبع. عندنا اسلوب ثاني نسميه سبايدر ارت. السبايدر ارت يعتمد انه ترسم الشكل المطلوب وراها دب تخطط بشكل حتى تظهر هذا يكون هو على الورق والقلم جاف يعني. هذا الفنانة زينب طالب كذلك وجه لها تحيتنا. هم كذلك فنانة يعني لها اسلوبها الخاص بالعراق طبعا بهذا الاسلوب.
هذا طبعا اوضح شكله شغله انه دائما نخلط بين سبايدر ارت وبيتروز فيرلس لان نفس الاسلوب طبعا لكن من حيث المبدا تختلف هذه خيوط ومسامير ذي شيء ورقه وقلم. مسلم اكبر لوحه اشتغلت بهذا الفن؟ اكبر لوحه اشتغلتها حاليا عندي اللي هي مال احمد مهنا تكون 70x60 الله يرحمه، ولوحه الشكل الصوف اللي ذكرت لك قبل شويه انه بالمواد الاصليه قيد التنفيذ ان شاء الله يعني بعد فتره تكمن ان شاء الله، قياسها 90x50 وهم اضيف عليها امور معينه بعد ان شاء الله. نعم اعمالك لوحاتك عرضتهم مره لو بس بدايه ما مشارك باي معرض بس عندي معرض بالكليه شاركت به، اوجه تحيه الاستاذ ايفان اللي كان لي داعم اساسي يعني باي شيء احتاجه، وحصلت على المركز الاول بالكليه من بين الزملاء الموجودين من الرسامين، لقيت دعم ومن الكليه خصوصا لان كنت موهبه نادره انه بالكليه انه بالخيط والمسمار وعندي اكثر من تكنيك، فالحمد لله انه هذا اول معرض اللي كان. نعم يا رب نتمنى لك التوفيق. شكرا لكم. النجاح اكثر واكثر. شكرا لكم. طبعا الوقت لا صرف على النهايه. الله يخليك. كلمه اخيره تحب توجهها من خلال برنامجنا؟ والله يا يعني كلمتي الاخيره انه للمجتمع انه يقدرون الفنون. صحيح. لان انت لا تنظر للماده المصنوعه من الرسمه، انظر للتعب اللي تعبه الفنان. صح. يعني اوضح على امر معين، هذا الاسلوب بيتروز فيرلس بالعراق بعض الفنانين لوحاته لألف دولار، احنا كمجموعة عندي تيم كامل متفقين على سعر معين باعتبار المجتمع كذا انه ما يقدر فانطينا سعر انه ينظر للمجتمعات الاخرى كيف تقدر الفن اسعارها كيف تقدر تعب الفنان. صح. فنطلب منهم هذا، احنا اصلا قلنا لكم لازم تستمرون. اي ان شاء الله ان شاء الله حتى تثقفون المجتمع. نعم. اكثر واكثر ان شاء الله. واقول للشباب انه ابدوا باي شيء. صح. ابدوا تعلموا اي شيء حتى هذا تقدر من خلال بيج. نعم. يصبح باب رزق للشباب. صحيح. أكيد. نعم بس طبعا حقيقة استمتعنا وياك. شكرا لك استاذ على هذا الفن وهذه الامور يعني شنو نجهلها. الله يحفظك والمشاهدين. اكيد شكرا لك. اتمنى لك الموفقيه ان شاء الله ولك جميع حبيبي قلبي. الله يحفظك. شكرا ست الله يخليكم نورتونا انتم.